مساء الخير على كل متابعي ومشاهدي قناة الحدث اليوم، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج بالقانون، ومعاكم محمود العفيفي المحامي للاستئناف العالي ومجلس الدولة. موضوع حلقتنا النهاردة هيكون عن المواريث، وخلينا متفقين ان في اختلافات كتيرة جدا بتحصل في مجتمعنا بين الأسر والعائلات بسبب الميراث، وده بالرغم من ان الرأي القانوني والديني واضحين في هذا الأمر، ومع ذلك بنشوف اختلافات ومشاكل كتيرة بسبب هذا الموضوع. وده بيبان لما بنشوف بعض العائلات بتقوم بالامتناع عن توزيع التركة، وبنلاقي برضو بعض العائلات بتمنع البنات من حقها في ميراث أبوها أحيانا، وده بيجي اتباعا لمنطق أن حصول البنت على جزء من ممتلكات العائلة يعني توزيع لعائلات أخرى، والمقصود هنا طبعا جوزها. طبعا خلونا نتكلم في النقطه ديت، ان طبعا ان في بعض الناس بتتكلم في الموضوع دوت او الموضوع ده بالذات، ان هم انا ازاي هدي لحد مش من عيلتنا، تمام، تعبنا تعب والدي وتعبنا وشقانا والكلام ده كله، تمام. طبعا ده بيكون من الطمع الإنساني هو المحرك وراء الاستيلاء على بعض الورثة على ميراث الآخرين. عشان كده أنا بدوري كمحامي هعرض على حضراتكم نص القانون رقم 219 لسنة 2017، ودوت جه لتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وهناقش جميع المواد لحضراتكم بالتفاصيل. وبعد ما خلص مناقشة القانون هيكون معانا أحد علماء الأزهر الشريف لتوضيح المواريث من الجانب الديني والشرعي، تمام. أولا حابب أن أنا أتكلم على عن القانون نفسه. طبعا القانون لما نزل القانون هو نص المادة رقم 49، تمام، دوت في المادة الأولى اللي هو بيضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، الباب التاسع بعنوان العقوبات، يتضمن مادة جديدة برقم 49 نصها كالآتي. نص المادة هي بتقول: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم احد الورثه نصيبه الشرعي من الميراث او حجب سند يؤكد نصيبا لوارث، او امتنع عن تسليم سالك السند حال طلبه من اي من الورثه الشرعيين، وتكون العقوبه في حاله العود، يعني لو رجع للموضوع دوت تاني، تمام، الحبس الذي لا تقل مدته عن سنه، تمام. وطبعا المشرع برضو متذكر ان الموضوع دي بتخص ان احنا اسرة مع بعض، يعني احنا اسرة وان في صلة رحم وان في قرابة والكلام ده كله، فيعني عامل ايه بقى؟ ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في اي حالة تكون عليها الدعوة ولو بعد سرور الحكم باتا، يعني حتى لو الحكم اصبح حكم بات، تمام، ولكل من المجني عليه او وكيله الخاص ولورثته او وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم او المحكوم عليه او وكيلهم الخاص اثبات الصلح في هذه الجرائم امام النيابة او المحكمة بحسب الاحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريقة الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا تم الصلح اثناء تنفيذها، ولا يكون الصلح أثر على حقوق المتضرر من الجريمة. طيب خلينا نتكلم بس يا جماعة كده عن الامتناع عن توزيع التركة. طبعا الموضوع دوت موضوع شائك جدا، وموضوع يعني ناس كتيرة جدا جدا اتكلموا فيه، وللأسف ما زال إلى الآن ناس بتحجب وبتمنع، تمام، ما شرعه الله سبحانه وتعالى.
اولا اللي وضع الميراث هو ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى، احنا احكام المواريث واركانها وكل حاجه، كل حاجه عن المواريث احنا بنجيبها، السند الوحيد ليها هو القران الكريم. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما خل يعني ما سندوش لاحد الانبياء؟ يعني ليه ما خلاش مثلا ان احد الانبياء هو اللي يقول الارقام بتاعتها او الاحكام بتاعتها او الكلام ده كله؟ ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وضع، هو بنفسه اللي وضع احكام المواريث. فانت بتعاند مين؟ انت بتعاند رب العباد، انت ما بتعاندش بني ادم. تمام؟ انت لما حضرتك بتمنع توزيع التركه او بتديها عشان خاطر تحجب اختك، تحجب خالتك، تحجب عمتك، او تحجب الكلام ده كله، او تمنع ان انت تديها حقها في التركه، تمام؟ انت بتعاند مين؟ انت بتعاند، ما بتعاندش الناس دي، انت بتعاند ربنا سبحانه وتعالى. تمام؟ في بعض الناس عندهم تركات ويبقى هم كلهم متفقين ان هم عايزين يبيعوا وعايزين ياخدوا نصيبهم، بيجي اخ من الاخوات يقول لك لا انا مش هوزع التركه، انا مش محتاج ان انا اوزع التركه. تمام؟ طبعا احنا لنا طبعا الحاجات القانونيه اللي بنقدر نشتغل فيها في الجزئيات دي. تمام؟ بس انا بوجه لك رساله، يعني انت بتعاند مين؟ انت لو انت بتعاند اخوك او بتعاند اختك او بتعاند ايا كان اللي له الحق، انت بتعاند ربنا سبحانه وتعالى، انت ما بتعاندش حد غير ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي شرع ده بنفسه. تمام؟ طبعا في ناس عائلات محترمين بيعملهم ايه؟ بيعملهم مثلا عندنا تركه، احنا ناس محترمه فاخوات مثلا، فما بيوزعوش التركه، يقول لك لا احنا مش هنوزع التركه، احنا مع بعض وكويسين مع بعض والكلام ده كله. طب انت كويس النهارده مع اخوك، بعد كده تمام ابن اخوك مش هيبقى كويس مع ابنك. تمام؟ فالافضل ان احنا نكتب ونوزع التركه، لان في مشاكل بتقابلنا النهارده، احنا بنوزع تركات لاجيال، للجيل الثالث والجيل الرابع. تمام؟ يعني اللي له تركه، تمام، مثلا اربع اخوات توفاهم الله، اصبح اولادهم هم اللي موجودين بسبب العناد. تمام؟ ما بيوزعوش التركه، بيدنها زي ما هي، وبيبقى في عندنا مثلا بعض من الناس دي محتاجين وفي حوج شديد جدا 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 لده. تمام؟ طب انت بتمنع ليه؟ انت بتمنع توزيع التركه ليه؟ تمام؟ طبعا احنا النهارده لما جينا اتكلمنا في القانون دوت، القانون صريح، تمام؟ والقانون اي حد امتنع عن توزيع التركه من حقك انت كراجل وريث، ليك حق انك انت ترفع جنحه مباشره عليه بامتناع توزيع التركه، حتى لو ليك سند ومش عارف تجيبه منه. تمام؟ من حقك انك انت ترفع جنحه مباشره عليه، تمام، عشان يديك ذلك السند. تمام؟ وطبعا احنا بنشكر المشرع لهذا القانون. تمام؟ المواريث يا جماعه موضوع، يعني احنا انت حضرتك انت سبت تركه، باباك لما ساب التركه او اجتهد او انت اجتهدت معاه، تمام، انت بتخالف مين؟ انا هرجع تاني وتالت ورابع وعاشر، انت بتخالف رب العباد، انت بتعاند رب العباد، انت بتحجب من رب العباد. ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قسم ده، هو اللي وزع ده، ووزعه عشان خاطر تفضل صلة الرحم موجودة. تمام؟ انت بتمنع التركة وبتدمر صلة الرحم. تمام؟ طب عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر فلوس؟ في ناس كتيرة جدا على فكرة ما بتسيبش فلوس لولادها. تمام؟ بس بتسيب اهم من الفلوس، بتسيب المحبة والمودة ما بينهم. تمام؟ ليه بقى ما بقاش احنا معانا فلوس وتفضل معانا المحبة والمودة؟ تمام؟ عشان خاطر ان انا اخد النصيب الاعلى او الحاجات الاكبر او ان انا كذا؟ لا طبعا. والله العظيم كم مره انا ما شفتش واحد وزع تركه وخد نصيب اقل الا لما ربنا سبحانه وتعالى بيبارك له فيه ويضاعفه له اضعاف مضاعفه اكتر من اللي خد النصيب الاكبر. تمام؟ وده حضرتك ده احنا شفناه، يعني شفناه على الطبيعه والله العظيم. تمام؟
فاللي بيرضى حتى بالقليل وبياخد النصيب القليل عشان خاطر اخوه او عشان خاطر عمه او عشان خاطر ايا كان، تمام، منع عنه ان هو ياخد مثلا الكلام ده كله. طب انتوا ليه بتمنعهم ان البنت تاخد حقها؟ يعني انت ليه تمنع البنت تاخد حقها؟ ما بتديش حق البنت ليه؟ طب ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي شرع ده، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حط ده، تمام. لو ربنا سبحانه وتعالى كان شايف ان دوت الاصلح ليك ما كانش ادى البنت ورث، انما هو ورث البنت زيها زيك، تمام. انت بتمنع ايه؟ انت بتمنع اللي ربنا شرعه؟ انت بتعاند مين؟ انت بتعاند رب العباد؟ انت بتعاند ربنا سبحانه وتعالى؟ تمام. طيب هنطلع من الجزئية دي ونطلع من جزئية الامتناع عن توزيع التركة، تمام، وهناخد فيها الرأي الديني عن الموضوع دوت، وحابب ان انا اكلمكم عن المشاكل اللي حاليا بقت مستحدثة للمواريث، واهمها الاصول الرقمية بسبب زيادة الاصول الرقمية زي العملات المشفرة وحقوق الملكية الفكرية، وبتسأل عن كيفية توريث الاصول دي وتقييم قيمتها. الحسابات عبر الانترنت بيواجهوا صعوبة في الوصول الى الحسابات المتوفي على السوشيال ميديا طبعا والبريد الالكتروني وخدمات البث، وده بيسبب فقدان بيانات هامة. احنا النهاردة بقى فيه، يعني احنا بقينا في وسط الذكاء الاصطناعي، تمام، اللي هو بيوضح الذكاء الاصطناعي تحديات جديدة جدا في مجال المواريث زي الملكية الروبوتات، المنتجات اللي بيتم تطويرها من خلال الذكاء الاصطناعي، تمام. طيب احنا دلوقتي وضحنا لحضراتكم المواريث من الناحية القانونية، لكن الحقيقة في شق اخر للموضوع، وطبعا هو احنا ما اتكلمناش في كل المواضيع اللي بتخص المواريث، احنا اتكلمنا في بعض من المشاكل المتعلقة بالامتناع عن توزيع التركة، تمام. طبعا للموضوع احنا عندنا موضوع لا يقل اهمية طبعا عن الجانب القانوني، وهو رأي الدين وعلماء الازهر في موضوع المواريث. وطبعا كلنا عارفين ان قضايا المواريث قوانينها مستمدة من الشريعة الاسلامية، تمام، ولكن هناك بعض المفاهيم المغلوطة مثل حرمان البنات من الميراث كل كما هو متداول وبنشوفه في الفترة الاخيرة، ومش كده وبس، ولكن احيانا يتطور الأمر إلى حالة من الصدام لا سيما تجاه الآراء كمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. ويستند توزيع الميراث في الدول الإسلامية كلها على نصوص القرآن، والتي يعتبرها الفقهاء هي نصوص محكمة لا تقبل التأويل والجدال والاجتهاد، وتحقق أقصى درجات العدالة والإنصاف وبين الوارثين. فقد خطبت الآيات التي تتحدث عن الميراث في سورة النساء الآية 13 آية 14، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذابا مهين. معانا ومعاكم على الهاتف الشيخ علي المطيعي من علماء الازهر الشريف عشان نعرف رأي الدين في موضوع المواريث. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم يا فضيلة الشيخ. اهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك ومشاهديك الكرام. اهلا وسهلا حضرتك يا فندم. احنا كنا بنسأل حكم الدين في الامتناع عن توزيع الميراث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الحقيقة هو الموضوع ده موضوع يعني أنا أحييك عليه، لأن للأسف هناك بعض الأسر وخاصة في الريف لهم بعض العادات السخيفة، ويعتبر عادات جاهلية للأسف الشديد، إن هم يورثوا الذكور دون الإناث، وما زال للأسف العادات دي
إلى الآن، ونحن نسعى بكافة طاقتنا ومساعدتكم طبعا إن تنتهي مثل هذه الأمور المحرمة شرعا. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. إذا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي فرض هذه الفرائض لكل من الرجال والنساء، لكل من الذكور والإناث. تمام. ولذلك مش من حقنا احنا ان احنا نعترض، لان ربنا سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. صلى الله عليه وسلم. فيعني نقول للناس تعالوا يا اخوانا نحتكم الى كتاب الله والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا، عليه الصلاة والسلام. العادات اللي احنا تعودنا عليها هي كده. وصدق الله العظيم حيث يقول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العظيم. صدق فضيلة الله الشيخ، العظيم. فضيلة الشيخ، يعني حضرتك الآيات القرآنية اللي بتتكلم على المواريث هي طبعا هي آيات ربنا سبحانه وتعالى، يعني هو اللي حط الحدود بتاعت المواريث، تمام، وهو اللي أنزل الحدود، وهو اللي حتى هو اللي حدد الميراث الشرعي في جميع الحالات، في جميع حالات الميراث، تمام، أيا كان. مثلا يعني مثلا توفى وترك زوجة وترك أب وترك أولاد، مثلا بنات أو ترك أولاد، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حط الـ 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 القانون ده، هو اللي حط القانون. مع حضرتك يعني ربنا سبحانه وتعالى ما يعني ما خلاش مثلا ان هو ينزل على نبي من الانبياء، انما هو حط الـ 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 القوانين دي بنفسه، تمام. انت لم يتركها ربنا سبحانه وتعالى، ما تركهاش للسنه. يعني لو حضرتك تاملت قضيه الصلاه مثلا، تمام، الصلاة ما فيش آية بتقول الظهر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، إلا في المواريث الله وضعه بكل تفاصيله في القرآن الكريم. تمام. ولذلك في علم المواريث الذي يسمى علم الفرائض، يعني علم المواريث يسمى ويدرس عندنا في الأزهر على أنه اسمه علم الفرائض. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى فرض لكل واحد من الورثة النصيب المفروض له. فإذا هناك أصحاب فروض وهناك عصبات، وأصحاب العصبات هؤلاء يأخذون بعد استيفاء أصحاب الفروض حقوقهم. والحقيقة لو تأملنا في علم المواريث هتلاقي أن هناك فروض الله فرضها، مثلا هناك الناس يأخذون نصف التركة، تمام، وفي اللي ياخد تلتين التركة، ثلثي التركة، زي البنات مثلا، ثلث التركة وربع التركة والثمن والسدس وهكذا. وحسب كل حالة، يعني مثلا في النصف عندنا مثلا الزوج يأخذ النصف في عدم وجود فرع وارث للزوجة المتوفاة. تمام. البنت الواحدة تأخذ النصف منفردة في حالة عدم وجود عصبة لها، أو في حالة وجود عدم أخ، بنت منفردة أو بنت ابن منفردة أو أخت شقيقة أو أخت الأب. طب الله سبحانه وتعالى معلش حدد، معلش هقاطع حضرتك، بس في الجزئية دي بالذات، في بعض الناس، تمام، يعني ربنا سبحانه وتعالى رزقهم بالبنات وما رزقهمش بأولاد، تمام، بيعمل ايه؟ بيروح كاتب، يكتب كده كل ما يملك للبنات بيع وشراء. طبعا انا كراجل محامي انا عارف الكلام ده كويس، تمام، بيكتب البيع وشراء. طبعا هو كده حجب بقيه الورثه، يعني طبعا في ناس المفروض تورث طالما توفى عن زوجه وبنات، تمام، في اب هيرث معاه،
في اخوات هيرثوا معاه، في كل الكلام ده. سيادتك ما حكم حكم الدين في ان واحد كتب لبناته تمام ومنع عن اخواته او منع عن ابيه او منع الكلام ده كله؟ الذي يكتب لاحد الورقه من اجل حرمان احد اصحاب الفروض الاخرى او لاحد العصبات ونوى الحرمان، هذا يحرم شرعا. ولكن اذا كان هناك رجل او امراه عنده بنت تحتاج الى مصاريف معينه، تحتاج الى ان يساعدها بشكل معين، فكتب لها في حال حياته شيئا، فهذا لا إثم فيه. أما إذا قصد الرجل أو المرأة حرمان أحد الورثة فهذا يحرم قصد الحرمان. أما هناك من يعني يكتب لشيء ما، هناك مثلا ابن مثلا أو ابنة تحتاج مصاريف علاج أكثر من أخيها وأكثر من أختها، فيحتاج لفلوس أكثر فيديله فلوس أكثر، هذا كله يعلمه الله سبحانه وتعالى. أما قصد الحرمان كما حضرتك تفضل، هذا ما أنزله الله في كتابه، ولا يحق لأحد أن يحرم أحدا من حقه ما دام قد نوى هذا الحرمان. أما أنا وأنا في حال حياتي، أنا من حقي أن أنا أدي أبيع لده أهب لده، وأنا أتصرف تصرف المال في ملكي، لكن مع عدم مع ألا يقصد نية الحرمان، فنية الحرمان تحرم عليه شرعا. تمام يا فندم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا الشيخ علي المطيعي على هذه المداخلة والتوضيحات الدينية التي أفادتنا في مواضيع المواريث. وبكده أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا، ونتمنى يكون جميع السادة المشاهدين استفادوا من لقاء النهاردة، ويكون قدرنا نجاوب على بعض الاستفسارات اللي حضر بشأن المواريث، سواء كانت من الناحية القانونية أو من الناحية الدينية. بشكركم على حسن المشاهدة، ونشوفكم على خير الأربعاء القادم الساعة 12 منتصف الليل، وحلقة جديدة من برنامجكم بالقانون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.